ازاي ممكن تشوفوا الواحد وهو لسه صاحي كده بسحنته دي؟ يا لهوي عايزه ايه؟ انا مش فاهمه انت عايزه ايه، يعني عايزه ايه برضو على كده بقى مصحياني على كده؟ انا مش فاهماها وهي مش فاهماني، وهنتعب مع بعضينا، هنتعب مع بعضينا. اسكتي اسكتي لسه بفوق. ايه ها زعتر وسمسم؟ طب ما تحفه. انا لو عليا اول ما بصحى ما ببقاش عايزه افطر، بس لو شربت قهوه من غير ما افطر هخش في موال تاني بقى، موال التهاب المعده وارتجاع المريء. فنفطر بكرامتنا، نفطر هفوق واجيبكوا. وكده نقدر نقول صباح الخير. اي نعم لسه ما فوقتش، لسه يعني بفوق، بس ايه رحت حطيت بلاشر وروج كده عشان المنظر يبقى لطيف شويه. فيديو النهارده فلوج، هتشاركوني اليوم لان ورانا حاجات كتيره قوي النهارده. مسافره بكره، فالنهارده المفروض تجهيزات السفر. انا لسه ما نزلتش الشنطه اصلا من فوق الدولاب، لسه ما شفتش هلبس ايه، لسه ما شفتش ايه هيتغسل، لسه ما شفتش ايه هاخده معايا. فيومنا طويل النهارده، جاهزين؟ يلا بينا. ولانكم دايما بتسالوني ازاي بسيب بيلا، هقول لكم انا بسيب، مش هسيبك طب، انا اسفه. هقول لكم انا بسيبها ازاي وبعمل ايه، ولكن مش دلوقتي، ولسه عايزين نجيب لها اكل عشان الاكل بتاعها خلص. هظبطك قبل ما امشي. لا تقلقي لا تقلقي. اول حاجه اوعوا تنسوا انتم مسافرين ان انتم تشحنوا كل الحاجات اللي انتم هتاخدوها معاكم. انا كنت بشحن من امبارح باور بانك وشحن خلاص، ودلوقتي بشحن السبيكر، فاخدهم بالدور كده، كل حاجه تخلص شحن اشحن الحاجه اللي بعدها. فهسيب السبيكر يشحن، ودلوقتي يلا بينا على الشنطه. دلوقتي انا عندي شنطتين، شايفين الهات الجميله دي جبتها عشان المصيف. انا المفروض ان انا مسافره الغردقه 4 ايام، اوكي؟ فدي صغيره على حاجتي معلش، دي كبيره على حاجتي معلش، كنت محتاجه شنطه وسط، بس بما ان مفيش ومش في دماغي طبعا ان انا اشتري دلوقتي، فايه طبعا طبعا هاخد الكبيره. احساس ان انا واخده حاجتي كلها اللي انا محتاجاها في الشنطه هيديني احساس بالامان، فدي اللي هنزلها. وادي الشنطه، طبعا انا واثقه ان هم اول ما يشوفوني بالشنطه دي يقولوا لي ما انت قاعده كام يوم بالظبط، ولا يهمني ولا يهمني. الشنطه دي كنت جايباها من السعوديه لما سافرت، ويلا نبدا نشوف هنحط فيها ايه. واول حاجه جهزتها وهي المايو ده، كده المايو بتاعي ده كان من شي ان دريس كده، ومعايا البنطلون بتاعه. تمام، تبقى الحوار ان انا بنزل المايه ببقى لابسه ايه وكده. بصوا انا بلبس ده كده، وعلى دماغي بلبس البونيه اللي بيكون مع المايوهات، بس هو وحش قوي بيفضل يتزحلق. فالنهارده المفروض ان انا اروح اشتري البونيه اللي بيكون ايه زي سيليكون كده، اللي بيكون ملزق على الدماغ. اي نعم دماغي هيكون كاني متداس عليها، بس المهم ان هي ما تتزحلقش. اول ما بخرج من المايه بقى وانا ماشيه عامه في الاوتيل وكده، عشان طبعا ما يبقاش اللبس ايه ضيق قوي عليا وكده، بعمل ايه؟ بلبس ده كاش ده، او اللي هو بيكون شكله بيتلف على الوسط كده، بيكون شكله عامل زي سكيرت. تمام، فايه ده خلاص كده حليت الموضوع ان انا من تحت رجلي ما بتبقاش باينه، لان طبعا البنطلون ده ضيق جدا. اوكي دي اول حاجه. من فوق بقى بقوم لابسه طرحه عشان رقبتي تبقى مدريه وكده، بلبس طرحه والبس عليها الكاب عشان يكون ايه ماسك عليها ما تطرش مني او حاجه، اي طرحه بقى، بس انا طبعا بلبس الشيفون عشان تبقى خفيفه. وبس ده شكلي وانا ماشيه بره. لكم صوره دلوقتي للمايو ده وانا لابساه، ولابسه عليه التفاصيل دي زي ما بقول لكم كانت السنه اللي فاتت تقريبا، او السنه اللي فاتت. هحط لكم بيكون شكلي عامل ازاي وانا ماشيه بره الميه. قلت لكم هنزل اشتري البونيه اللي هو السيليكون ده، بس برضو احتياطي هاخد معايا دي اللي هي بلبسها على المايو، ودي كنت لسه جايباها احتياطي هناخدهم برضو. الشنطه اللي بعتمدها على البحر بحط فيها حاجتي كلها، فايه اللي هي القماش دي التوتي باج، فدي اللي هاخدها. بصوا بقى ست الشنط دي كنت شاريها قبل ما اسافر السعوديه، كنت شاريها اونلاين، بجد حلوه جدا لان هي بتساعدك تظبطي وتنظمي الشنطه بتاعتك بشكل مريح للاعصاب، وان انت تبقي قادره توصلي لكل حاجه فيها. يعني مثلا واحده احط فيها الاندرويرز كلها، واحده احط فيها الميك اب، واحده احط فيها الطرح والبندانات، فانت بتحسي ان الشنطه مترتبه كده ومتنظمه بشكل مريح للاعصاب. يعني اهو حطيت في الشنطه دي الاندرويرز، بعد كده هحط بقى في شنطه تانية الطرح والبندانات، وكده كده هتبقى متظبطه الشنطه اكتر وايه رايقه كده ومرتبه وواضحه، ودي اكتر حاجه بتريحني نفسيا. دلوقتي بقى هقعد حبه حلوين كده اقيس اصلا، اشوف ايه اللي مظبوط عليا وايه اللي هاخده وكده، وارجع لكم بقى اكون جهزت اي حاجه. انا نازله اشتري حاجات وجايه، مش عايزه شقاوه. يا بنت اضحكي اعملي ايه؟ طب بلاش.
بعد ما غسلت الحاجات اللي هحتاجها ونشرتها قعدت افكر انزل دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 12، الجو حر قوي، بس قعدت اقول انزل دلوقتي ولا استنى اخر النهار. فقلت لا دلوقتي عشان اخلص اجيب الحاجات اللي انا عايزاها واقفل الشنطه عشان ما ابقاش متوتره وقلقانه. اوكي هجيب ايه بقى؟ انا كاتبه الحاجات اللي انا عايزاها في الموبايل. هجيب البونيه بتاع الميه، اوكي، عايز اجيب بيرسينج عشان ده التنه. عايز اجيب ايه تاني؟ عايز اجيب اكل البله. انا كاتبه عامه الحاجه، فهتجه دلوقتي ونشوف مع بعضينا الحاجة اللي هنجيبها. يلا بينا ونشوف هنجيب ايه. هيا بينا. الحقيقة كان نفسي اجيب دريس ابيض عشان اتصور بيه، بس مش عارفة هلاقيه ولا لا. هبص برضو في المول ده ايه ديفاكتو وال سي، محل تانيين كده مش براند، هشوفهم وايه، ولو لقينا ملقيناش خلاص مش لازم الدريس. انا وصلت عند المول بس قلبي مش مطوعي انزل من العربية. عيني حرقتني اصلا من الحر والشمس. هنزل دلوقتي على المول اللي هو جولف سيتي مول العبور، هشوف بقى الحاجه اللي انا عايزاها. يلا بينا. وهنا بقى لفت نظري الشميز الاصفر ده بالماتيريال بتاعته الخفيفه الطريه، وبقيت واقفه محتاره اجيبه ولا لا، بس انا كان عاجبني اكتر لون الاصفر، وبعدين قلت لا استنى لما اشوف الدريس اللي انا عايزاه الاول. بعد كده بقى فكرت السليبرز، وكان عاجبني اكتر من سليبر، ودول كلهم كانوا موجودين عند جليتر. قعدت محتاره اجيب انهي اجيب انهي اجيب انهي، هوريكم انا جبت انهي. هدخل هنا اشوف البونيه بتاع السباحة. بعد ما جبت البونيه هدخل بقى من سيلفر المور ده هجيب البيرسينج. حتى التكييف مطلع هوا سخن. كارينا من ساعة ما هنا الزاهد وعائشة عملوا لهم الاعلانات واسعارهم بقت فوق قوي. الاندر شيرت اللي بنلبسه تحت الهدوم اللي كان ب90 جنيه ب280 جنيه. بعدين يا جماعه انا لقيت دريسات بيضاء زي ما كنت عايزه والماتيريال حلوه وكل حاجه، بس ليه مخرمه؟ ليه يعني؟ حسوا بينا احنا كمحجبات، حسوا بينا في الجو ده نلبس طبقات ليه؟ يعني مخرم لحد الكم كله مخرم، ليه البس بكم تحت اللي بكم؟ مش قادره، ما جبتوش. هلكوا دلوقتي علشان ابقى انزل ايه الصور على الانستجرام. جبت السليبر وجبت البيرسينج. ثانيه ناقصني حاجه ثانيه. وبعدين وانا بتمشى كده في دريس عجبني، وده بقى اللي كان محتشم كم مش مخرم، لقيته ب 2500 جنيه. دريس عادي قماش مش سواري 2500 جنيه. طبعا مشيت ولا كاني شفت حاجه. دلوقتي اروح تقريبا جبت الحاجات كلها. بيلا ونحط بنزين، فاضل اكل بيلا ونحط بنزين. اكل نحط بنزين الاول عشان نقلف طريقنا، وبعد كده نروح نجيب اكل بيلا. غردقه بقى 5 ساعات ونص، لا محتاجين اكل وشرب وحاجات نتسلى فيها طول الطريق. انا بقالي 3 ساعات تقريبا بره، ونصهم في مول وبالعربيه وبتاع تكييف ومش قادره. الله يكون في عون الناس اللي شغلها في الشارع واللي طول النهار بتلف في الشارع، والله ربنا يعينهم. الجو صعب قوي، وحب الصيف بقى عاملين ايه دلوقتي؟ مش قادره. المهم يعني جبت الاكل بتاع بيلا، جبت كل حاجه، اطلع بقى اريح ونبدا ايه نظبط الشنطه. وحسيت ان انا هبطت فجبت حاجه مسكره، التريليتشي يا جماعه بتاعت ايتوال. عملت القهوه وادي التريليتشي، ومعرفش ليه مكنة القهوة أول مرة تفور القهوة، مش عارفة ليه كده يعني. الوش أنا لحقته في الآخر، معرفش ليه فورت. ما علينا، مش هنركز النهاردة، أتبسط بقى شوية وأريح وبعد كده أكمل. بعد ما شحنا السبيكر ضروري أشحن المروحة بتاعتي. أي نعم كله بيستدفهني لما يشوفها، بس والله ليها أهمية في الحر اللي احنا فيه ده. في أي وقت أطلعها كده وأهوي على نفسي مهمة. بتحب تحرسني قوي، شايفاني واقفه بغسل مواعين فجايه تحرس المطبخ. شطوره يا مال، مات يا مال يا مال. لا اثار اللبن باينه على بقك يا بولا. عايزه حاجه؟ جايه واقفه قدام الشنطه. يا ساتر، واقفه قدام الشنطه ليه؟ هوبا ماشي. دلوقتي يا جماعه شبه خلصت، فاضل بس درستين منشورين، اول ما ينشفوا هحطهم، وهلم السكين كير والميك اب والادويه. اوعوا تنسوا انتم مسافرين تاخدوا الادويه، وكل واحد طبعا بياخد على حسب الادويه اللي بيحتاجها. يعني انا مثلا لازم دواء القولون، لان انا لما بعك في الاكل قولوني بيخرب. القطره لعيني عشان عيني بتلتهب بسرعه. انا دول عشان الصداع، وبخاخ الجيوب الانفيه. حاطه بقى شويه حاجات للسكين كير اللي هو ماشيه باخد اللي في طريقي واحطه عشان المهم ايه في شنطه، ولسه هحط الميك اب وبس كده. وخدت ماكوت البخار عشان الحاجات اللي عايزه اكويها، وخدت الشاحن وشويه، وهلم باقي الحاجه وبس. وهي عامله ايه دلوقتي؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. فاكر شعرك واقف كده ليه؟ شعرك واقف كده ليه يا بولا؟
لماذا تتدلعين علي؟ هسافر برضو، مهما تعملي هسافر. ارتاح من رخامتك شوية. هزيدل انتي متضايقة؟ انتي متعصبة؟ جيت اوريكوا السليبر اللي جبته النهاردة، هو ده. ودي السليبرز التانية اللي عندي، كلهم جليتر، لان جليتر اسعاره بصراحة لطيفة قوي. وجزمة البحر. اوكي، عايزة اقول لكم لما بكون مسافرة هقعد في اوتيل وكده ومش هخرج برا الاوتيل، ما باخدش معايا لا جنسات ولا كوتشيات، ممكن بس كوتشي البسه وانا رايحة. غير كده ما باخدش معايا، كله بقى سليبرز وكله حاجات قماش كده وحاجات خفيفة علشان ايه تبقى مريحة. وخدت لبس الجيم، مش عشان هروح اتمرن لان هروح اكل كتير، ولكن علشان بالنسبة لي هيكون مريح. الفترة اللي فاتت حصل لي كده حساسية في دراعي من الشمس، فميار قالت لي على ده وجبته، فعلا هداهالي جدا. فهاخده معايا احتياطي لان دراعي لسه عمال يعمل كده كل فترة، فهاخده معايا احتياطي لو حصل لي اي حاجة احطه. هلم بقى حاجتي والميك اب وكده وبس. ولميت مجوهراتي، ويلا دلوقتي نقفل الشنطة. تعالوا بقى دلوقتي اقول لكم بعمل ايه مع بولا، عشان دايما بتسالوني لما بسافر بسيبها لوحدها ازاي. اول حاجه بسيب نور شغال في الشقه، غالبا نور الطرقه عشان يبقى ايه منور لها الشقه كلها، بسيبه مفتوح على طول عشان ما تبقاش خايفه. تاني حاجه بحط لها طبقين اكل وطبقين ميه، دي طبقين الاكل وطبقين الميه. بعد كده يومين بيعدوا، يعني مثلا انا مسافره بكره، فبكره وبعده يعدوا، اليوم اللي بعده هخلي اخويا يدخل لها يغير لها الميه ويزود لها الاكل، يعني لازم اخلي حد يخش لها ما بيعديش اكتر من يومين. ده بس الوقت اللي انا بسيبها فيه، يعتبر بالظبط يومين، والتالت حد بيخش يشيك عليها. طبعا الليتر بوكس افتكرته عشان هي ده خيتان بيبي، دلوقتي هنضفه لها علشان يبقى فاضي. سامعين وهي عماله تحفر؟ وبس كده هعمل بقى كوبايه شاي واخش اقفل الشنطه وانام، عشان المفروض ان احنا نتحرك الساعه 6 الصبح. وكده دان، هقفلها وخلاص. اشوفكم في فلوج السفر، وما تنسوش تروح على الانستجرام عشان هناك هنزل ستوريز وانا هناك. باي.